الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. أهلا وسهلا بكم في هذا المقال الذي يتحدث عن متلازمة فانكوني. هذه المتلازمة هي اضطراب يصيب النبيبات الكلوية ويتميز بفقدان بعض المستقلبات كالحموض الأمينية والسكر والكالسيوم والفوسفات، كذلك الأملاح التي تطرح في البول بدلا من أن يعاد امتصاصها من النبيبات إلى الدم. للمزيد عن عمل الكلية إليكم مقالنا عن تشريح الكلية. سميت المتلازمة باسم طبيب الأطفال السويسري جوداي فانكوني الذي وصفه بشكل كامل لأول مرة، وتسمى أيضا متلازمة دي توني فانكوني، وهي مختلفة عن مرض فقر الدم لفانكوني. الأسباب: قد تنجم متلازمة فانكوني عن أسباب وراثية تتمثل بجينات معيبة أو أمراض وراثية معينة، أو قد تكون مكتسبة في وقت لاحق من الحياة نتيجة للأذية الكلوية. وهناك حالات من المتلازمة تحدث دون أي سبب معروف. ومن الأسباب الشائعة لمتلازمة فانكوني لدى الأطفال عيوب وراثية تجعل الجسم غير قادر على هضم ومعالجة بعض المواد كالسيستين، الداء السيستييني سيستينوزز، وهو سبب الأشيع لمتلازمة فانكوني عند الأطفال، الفراكتوز فراكتوز انتوليرنس عدم تحمل الفراكتوز، الجالاكتوز الجالاكتوزيميا، الجلايكوجين أمراض تخزين الجلايكوجين. أسباب أخرى تؤدي لظهور المرض لدى الأطفال: التسمم نتيجة تعرض للمعادن الثقيلة كالرصاص أو الزئبق أو الكادوميوم، متلازمة لوي وهي اضطراب وراثي نادر في العينين والدماغ والكليتين، داء ويلسون وهو اضطراب في استقلاب النحاس وإطراحه. أما لدى البالغين فيمكن أن تظهر المتلازمة نتيجة الأذية الكلوية الناتجة عن عدة عوامل، منها بعض الأدوية التي تؤتي الكليتين كالأزاثوبيورين والتتراسايكلين والريفامبسين، والعلاج بدواء تينوفوفير لمرضى عوز المناعة البشرية المكتسب وغيرها من الأدوية، زرع الكلية، الورم النقوي العديد، مالتيبلي مايلوما، الداء النشواني البدئي. تبقى الآلية المرضية لمتلازمة فانكوني غير واضحة حتى الآن. هذا ويصبح الشكل الوراثي واضح الأعراض خلال السنة الأولى من العمر، أما الشكل المكتسب فقد يحدث في أي عمر. الأعراض: تتعلق الأعراض بالعامل المسبب للمتلازمة، ويؤدي فقدان المستقلبات والأملاح إلى طرح كمية كبيرة من البول ما يؤدي لبوال وعطاش وقد ينتهي بالتجفاف، الفشل في النمو نتيجة فقد الأحماض الأمينية وهو المظهر السريري الأميز لمتلازمة فانكوني إذ يكون المريض قصيراً ضعيف البنية، ألم عظمي نتيجة فقد الكالسيوم والفوسفات وقد يصل إلى تلين عظمي وكساح، حماض كلوي أنبوبي وقد يصل إلى القصور الكلوي المزمن خلال العقد الأول من العمر بغياب العلاج المناسب. التشخيص: يشكل التقصي الدقيق للقصة العائلية للمريض عاملاً هاماً للكشف عن أي أمراض وراثية كالداء السيستييني سيستينوزز، وتشخص متلازمة فانكوني وفقا للفحوص التي تؤكد وتكشف الفقد الكبير للأملاح والمستقلبات في البول كفحوص الحموض الأمينية والسكر والمغنيسيوم والفوسفات والصوديوم وحمض البول. كيف يتم علاج هذا المرض؟ يعتمد العلاج في البداية على تعويض السوائل والأملاح المفقودة في البول لدرء التجفاف ومعالجة الحماض، ويمكن اتباع بعض الحميات الغذائية التي تعتمد على إزالة الجالاكتوز من الغذاء في حال فرط جالاكتوز الدم، أو إزالة الفراكتوز من الغذاء في حال عدم تحمل الفراكتوز. ولأن متلازمة فانكوني قد تنتج عن أمراض مختلفة عديدة فإن إنذارها وعلاجها يعتمد على العامل المسبب.